السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء وفقرتنا المفتوحة اللي هنجاوب فيها على أسئلتكم مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحة والرزق الحلال لينا جميعا يا رب. إحنا معنا تليفون مستنينا من قبل ما نطلع هوا دعاء. أهلا وسهلا. السلام عليكم أستاذة دعاء. عليكم السلام يا حبيبتي، أهلا بيكي. إزاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله حبيبة قلبي. كل عام وحضراتكم جميعا طيبين، وربنا يرزقكم اعلى درجات الجنه مع لذة النظر الى وجهه بصحبه الحبيب صلى الله عليه وسلم يا رب. امين يا رب حبيبتي. امين يا رب. ربنا يحفظك يا فندم. ممكن بعد اذن حضرتك اكلم الشيخ احمد؟ اتفضلي يا استاذه دعاء. السلام عليكم يا فضيله الشيخ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يحفظك يا رب. ربنا يحفظك يا فندم. بعد اذن حضراتكم، من خلال البرنامج وفي ظل الايام الكريمه دي اللي احنا عايشينها، ممكن اقول حاجه من باب ولا تنسوا الفضل بينكم، وكمان من باب وما بنعمه ربك تحدث؟ اتفضلي يا فندم. كنت عايزه اوجه كلمه شكر لامي لانها ربتنا انا واخواتي احسن تربيه بفضل الله تعالى، ولانها كمان تعبت في تربيتنا جدا، وكمان انا بتشرف كمان ان احنا تربيتها تربيه واحده ست بس بمليون راجل، عشان هي ربتنا على الاخلاق وعلى الحلال وعلى الحرام، وكمان ربتنا على ارتباطنا بالاذاعه الكريمه اذاعه القران الكريم. ما شاء الله. واللي يا رب يراضيها ويرضى عنها ويجعلها صحبه الحبيب كما قال انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. ما شاء الله. ان شاء الله يا رب يا رب، ربنا يسعدها ويبارك فيها ويبارك فيك يا رب. اللهم امين يا رب. اسمحي لي بعد اذن حضرتك، اسمحوا لي بعد اذن بعد اذنكم اقول فيها كلمه شعر. الايه؟ ايه؟ الو. ايوه مستمعين، بتقول ايه؟ كنت عايزه اقول بعد اذن حضرتكم فيها كلمه شعر ممكن؟ في مامتك؟ ما شاء الله. ايوه. ماشي حبيبتي اتفضلي. كنت عايزه اقول لها: امي انت نوري بعد ربي، انت نفسي قبل نفسي، أراك النسيم ينعم حياتي، أراك العشق يملأ فؤادي، دمت هبة من السماء، فلا تسأليني كيف حال زماني، وماذا يعيش اليوم في وجداني، ما أنت في دنياي إلا أجمل قصة بدأت بقلبي وانتهت بلساني. لرحمة ربي لأمي في الأرض. وفي النهاية ربنا يجعل برنامج حضرتك يا فندم دايما اسم على مسمى، ويجعله دايما عامر بذكر الله وعامر بالعبادات مع ضيوف الكرام. وشكرا يا فندم. يا حبيبة قلبي شكرا لك، ربنا يبارك فيها وفي كل أم يا رب عايشة ويرحم كل أم. يا رب يا رب يا رب. وأنا عاوز أقول بس، كان سيدنا معاوية وهو سيدنا وخال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول: أنا ابن هند. يعني هو عاوز يقول إيه؟ أنا ابن واحدة ست. وكان السيدة هند كانت تقول: ثكيلته إن لم يسد قومه. وكان سيدنا الإمام الشافعي ابن امرأة، وكانت أمه هي التي تكفله وكانت تعمل عليه. وسيدنا سفيان الثوري رحمه الله كان ابن امرأة، وكان والسبب في وجود سفيان الثوري والشافعي واحدة ست. وكان يقول سفيان الثوري: كانت أمي تقول لي: يا سفيان أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. يستطلب العلم ثم تقول له: يا سفيان فإذا ما طلبت العلم فانظر في نفسك، إذا ما تعلمت 10 أحرف هل تجد في نفسك خشية وإقبالا على الله؟ فإن وجدت فأكمل، وإلا فتوقف، فإنه يكون حجة عليك لا لك. وكان سيدنا الإمام مالك برضو كان يقول كذا: أنا ابن واحدة ست برضو، أمي كانت تعممني وتقول لي: يا مالك اذهب إلى ربيعة وتعلم من أدبه قبل علمه. ولذلك قيل: وراء كل رجل عظيم امرأة، وراء كل امرأة عظيمة أيضا امرأة. طيب احنا معنا تليفون. ام ناصر اهلا وسهلا. ايوه يا بنتي. ايوه يا حبيبه قلبي اتفضلي. الله يخليك يا بنتي. بصي يا بنتي، انا بدله رجلي ليا 7 سنين السكر، وبدله صوابع، ومعايا ولد وبنتي جافيين قوي 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 قوي. البنت ما جاتش قالت لي عايزه ايه يما ولا في ايه، والواد زيها. بصي هو الصوت مش واضح قوي يا حبيبه قلبي، الف سلامه عليكي. انت بتقولي ان انت مريضه كلى وسكر وولادك مش عندهم جفاء كده ومش بيجوا يسالوا عليكي الولد والبنت، صح؟ كيف ادعي عليه؟ انا بدعي بقول حزب الله ونعم الوكيل يا بنتي، ولسه ابوه ميت لي شهرين. هم مش بيجوا يسالوا عليكي ليه بقى؟ لوحديهم والله، وعلمت امه كله يا بنتي لوحديهم، سايبني زي الكلب على السرير. الناس اللي بيؤذوني والناس اللي بيعملوني الله يسعده، وابوهم كان بيؤذيني مات لي شهرين. ابوهم مات لي شهرين. هم كانوا يعني
يعني انا ما اشقى ولد تعيش امه ثم لا يعني تعيش بين جنبات بيته. ما اتعس انسان، هم دول ضاعوا. ما اتعس انسان يعني له باب مفتوح الى الجنه ثم يسد الباب بيده، ما اتعس هذا الانسان. يعني فليعمل العاق ما شاء ان يعمل فلن يدخل الجنه. فانا اتعجب اذا كان رب العالمين قارن الاحسان الى الوالدين بعبادته وعدم الاشراك به. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وقال ربنا وقضى ربك الا تعبدوا الا اي حكم ربنا الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ثم قال: اما يبلغن عندك انت، عندك الكبر، احدهما مش هوديهم دار مسنين للاسف، هذا من العقوق. اما يبلغن عندك انت الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فما بالك بمن لا يسأل عنهما أصلا. فهذا من أشقى خلق الله في الدنيا. ربنا يهديهم ويعافينا. أم رشا أهلا وسهلا. السلام عليكم. أيوة حبيبتي، عليكم السلام. أيوة ازي حضرتك يا استاذة دعاء؟ ازيك يا حبيبتي، أهلا بيك. أيوة عندي سؤالين بس يا استاذة دعاء، بس لحضرتك شيخ. اتفضلي يا فندم، تحت أمرك. أيوة ازي حضرتك يا شيخ أحمد؟ الحمد لله في نعمة والله، الحمد لله. لو سمحت بس الشيخ، بس انا كان عندي سؤالين. السؤال الاولاني، والدتي بس اتوفت بقى لها يعني 10 سنين. والدتك ايه؟ وهي يعني كانت تعبانه في المستشفى وكده. لا بصي رشا، احنا مش فاهمين من الكلام حاجه، اتكلمي بالراحه كده وعلي صوتك، انا مش سامعه. ايوه هي اتوفت في المستشفى حضرتك، وابتدى اتوفت يعني في الظهريه كده. الله يرحمها. ماشي حضرتك؟ رحمه واسعه. وبعدين اخويا يعني قال لازم تدفن يعني في نفس اليوم، يعني ما تقعدش لثاني يوم. ماشي. فرحنا حضرتك يعني سافرت. الو، طب حاولي تكلمينا مره ثانيه، حاولي تكلمينا مره ثانيه يا حبيبتي. ربنا يرحمها ويرحم كل الامهات يا رب. هو بس انا عاوز اقول للساده المشاهدين، بس لما يجي يتصلوا يحاولوا بقدر الامكان يتكلموا مباشره، يعني ما يسمعوش من التلفزيون، ده بيؤخر الصوت. نعم صحيح، تمام. معنا تليفون. ام احمد اهلا وسهلا. اهلا بيك، اتفضلي يا حبيبتي. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله بعد اذن حضرتك اللي هحكيه ده، والله يعني ما رؤيه ولا حاجه، ده حاجه حصلت لي حقيقه يعني. أوه. الحمد لله، يعني عجل ما بقدر الحمد لله برضي ربنا وربنا كل عالم. فأني ماشية الساعة 3 الفجر لوحدي كده، فلقيت خيال قدامي والله زي سحابة بيضة بس مش غطى الأرض، يعني ماشية قدامي كده، فزي ما تقولي جسمي ده شعر شوية. شافت خيال أبيض ماشي جنبها وهي ماشية زي سحابة يا أبلة دعاء، زي سحابة. في إيه؟ زي سحابه. شفت السحابه اللي بتبقى في السماء في الشتاء؟ شفتي سحابه في السماء؟ ايوه زي السحابه اللي في السماء. زي السحابه ضل ماشي قدامك. فانا كنت في السنه دي عامله عمره، مجهزه العمره يعني، والتاشيره انحطت على الجواز فعلا، بس هي الموضوع وقف عشان كورونا. انت كنت رايحه عمره؟ هي الموضوع وقف. والموضوع وقف ايام كورونا، وبعدين ايام كورونا. فمش طلعت، فبقول لواحد يعني حبيبي كده اخويا، فقال لي ممكن يكون ربنا بعت لك ده، طمنتي يعني. فمش عارفه دي يعني ايه السحابه اللي كانت قدامي دي جن مسلم او دي ايه بالظبط. بس من يومها والله يا استاذ دعاء يعني الحمد لله، اي دعوه ادعيها سبحان الله وربنا ميسر حيله. من يوم ما شفت انا السحابه دي ربنا ميسر لك الطاعه؟ الحمد لله والله. الحمد لله. ماشي الحمد لله، يعني بعمل ختمات قران كتير والحمد لله، يعني على قد ما بقدر والله، يعني ربنا اللي عايز. الحمد لله، وربنا يكتب لك العمره والحج ويكتب لنا جميعا يا رب. على الله يا رب ان شاء الله بعد العيد يا رب. يا رب يا حبيبتي يا رب. يا رب احنا بنشكر والله والاستاذ احمد، الشيخ احمد يا رب يبارك فيكم يا رب. الله يكرمك. ماشي حبيبه قلبي، يعني اثبتي على الطاعه ونسال الله ان يتقبل منك يا رب. والإنسان الصالح هو الإنسان الذي يدخل في طريق الله تبارك وتعالى واستشعر حلاوة الله عز وجل وحلاوة يعني حلاوة طاعة الله عز وجل،
فيبدأ يقبل على ربه لا يرجع إلى وراء، لأن كتير من الناس بيحصل لهم انتكاسة. فادعو ربك سبحانه وتعالى إن ربنا يثبتك، لكن قضية السحابة هي إيه مش إيه أنا لا أعلم، سأل الله يعني الله أعلم في المسألة، أو ولا أدري مش عارف يعني، لكن اثبتي ما أقوله، لكن نصيحة لنا أقولها لك، اثبتي على طاعة الله تبارك وتعالى وسلي ربك التوفيق، وقولي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. معانا تليفون أستاذ أحمد، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك. والنبي لو سمحتي اكلم استاذ احمد. اتفضل يا فندم، تحت امرك. كل سنه وانت طيب. الله يكرمك، ربنا يحفظك يا فندم. انا يا استاذ احمد انا بسمعكم من زمان قوي، مش لاقي واحد راجل، كل اللي بيتكلم حريم. طب ما انت نورتنا اهو الحمد لله. الله يسترك. والله والله يا استاذه دعاء الرجاله غلابه. انت شايف انه والله الرجاله غلابه مش كلهم. لا انا بدافع انا يا حاج الرجاله برضو مش كلهم يا حاج، يا حاج انا بدافع عن الرجاله، بس استاذه دعاء بتقول لي يعني دايما تتهمني، تقول لي انت ليه بتدافع عن الرجاله؟ لا والله يا حاج احمد بقول لها ده غلابه والله ده قوي. والله غلابه الراجل عاوز يطبطب عليا يا استاذ احمد. والله الراجل يعني بص، طب هي دي بقى الكلمه الصح اللي حضرتك قلتها، ايه ان الست الذكيه تطبطب على جوزها عشان تاخد منه عينيه. ليه عاوزاه؟ هي برضو دي نقطه، دي نقطه صح من راجل. الراجل غلبان بيجي تعبان، هو بيطلع تعبان وبيشتغل طول النهار تعبان وبيروح غلبان، والست بتبقى قاعده فوق راسه. عاوز الكلمه الحلوه. والله والله صدقت والله. والله طب ماشي. انا عندي مشكله يا حاج احمد عاوز اقولها لك. اتفضل يا حاج. اتفضل يا فندم. انا راجل كنت متجوز ومعايا اربع اولاد، وكان معايا ست طيبه صالحه الحمد اتوفر. لله الله يرحمها. انا كان عندي 60 سنه في الوقت. الله يديك الصحه يا رب. فقلت اجيب واحده تقعد معايا. قعدت معايا، جبتها هي وثلاث عيال ولادها صبيان. ربيت عيالها والله، وكان ربنا اللي يعلم كنت بحبهم قد ايه. كل طلباتهم مجابه، تلفونات هدوم، بص ما تاخرت عنهم في اي حاجه. انا كنت راجل حالتي حلوه، خدت كل حاجه مني. ولما تعبت يا حاج احمد سابتني ومشت، عشان وعملت كلمه بالتليفون وكلمني كلام حلو وبتضحك عليا وهي شكيان، راحت اشتكتني. اشتكتني ليه؟ انا ما قصرتش معاها، قلت لها شكيان بالقايمه بتاعتي. قلت لها يا ست ما انا هديك اللي انت عاوزاه، وما تسكنيش عيب، ما تسكنيش بالمحاكم، وما خلفتش مني. تمام يا حاج؟ ايوه سامع حضرتك يا حاج، اتفضل. يعني ما خلفتش مني، وخدت مني كتير قوي. يعني جابت لي ذهب ب 110 وضحكت عليا، وهو مش ذهب، طلع ذهب صين، خدت مني فلوس كتير وسامحتها. فانا جيت في يوم تعبت يا حاج احمد، تعبت جامد، وهي بتكلمني في التليفون، قلت لها عشان خاطر تعالي شوفيني، انا تعبان جاز اموت، قلت لها تعالي بسرعه شوفيني، يا في بلد جنبي، يعني مش هتركب 10 دقايق وتوصل عندها، وخمس دقايق. قالت لي عشان اجي لك اكتب لي قرار. الرد بكام يا حاج احمد؟ ب 400,000 جنيه، هما طلعت قريت اللي حيلتي. انا عندي اربع صبيان ومتجوزين. ما تفرطش في حق اولادك بقى، ما تفرطش في حق اولادك. ما ينفعش يعني ما ينفعش هتاخدي الزيت ايراد من ثلاثه، وانا عندي اربع صبيان، والعيال لو عرفت تتعامل معايا مش كده. طبعا. قالت لي طيب مش عاوز تديني ايراد، اكتبي ربع البيت. ولا تكتب لها متر واحد. ربع البيت ده يا حاج احمد، البيت عندي الشقه على شقتين، خمس اوض. هو انت عشت مع الست دي كام سنه؟ قعدت معايا اربع سنين، والله والله اربع سنين، وربنا اللي كان يعلم. انا كان عندي قاعه وبعت القاعه وسيبت لها الفلوس معاها. سبت فلوس القاعه مليون وشويه معاها. مسافه سنه ونص ما لقيتش ولا جنيه معاها. اخذت الفلوس عملت بيها ايه؟ ما اعرفش، هي كانت اللي بتصرف، انا كنت سايب لها السيف السايب. بحسبها ست يعني بنت حلال كده وهتحافظ عليا. ما حافظتش. بعد ما لقيت الفلوس خفت من معايا، سابتني ومشت، خلت عيالها ومشت. وهي طيب. اتطلقت يا حاج احمد ولا ما اتطلقتش؟ لا والله لا ما طلقتهاش. ما طلقتهاش. قلت لها مش مطلقت. قام جاي رايح شكيالي في المحكمة. طب أنت مش عايز تطلقها ليه بقى؟
أريك تعودتها يعني انا راجل يعني هرجع اتجوز تاني يا سيدة دعاء. ولا تتجوز تاني ولا تالت وطلقها وعيش ملك. احمد انت يعني خد نصيحه، انت دلوقتي الست دي بتضحك عليك، الست دي بتضحك عليك، فانت ليه مسيبها على ذمتك؟ يعني بعد عمر طويل ربنا يبارك في عمرك يا رب، ما انت لو هي قاعده على ذمتك كده بعد عمر طويل وهي لا بتجيلك ولا بتخدمك ولا أخدت فلوسك ولا اي حاجه خالص وخدت فلوسك، فلو قعدت على الحال ده سنوات وبعد عمر طويل فهتيجي هتلاقيها بتورث، محدش عارف مين هيموت قبل مين، ربنا يديك الصحه، بس هي في النهايه هتورث وهتعمل وبتاع وهيبقى ده حقها وهتشارك بقى اولادك وتعمل لهم مشاكل. وانا كنت راجل، انا راجل سواق وكان معايا رخصه درجه اولى، قلت لها تعالى اعملي الميعاد بتاعي ولا تنزل لك عنه كمان. بيقول ايه كمان؟ قلت لها انا عشان بعمل معاكم معاكم تنزل لها عن المعاش بتاعي. تعالى تعالى اعملي المعاش وخديه وانا تنزل لك عنه عشان تعيشي منه انت وعيالك بعد ما اموت. لا الست اللي زي دي يا حاج احمد اللي هي ما بتصونش النعمه ولا بتصون العشره ولا بتقول الحمد لله، اللي زي دي انا ما ينفعش ان انا نرتبط بيها ابدا على الاطلاق ولا تبقى على ذمتك. انت خلص الموضوع بدل ما تاخد منك اللي وراك واللي قدامك، وفي الاخر هنندم ونقول ولا تحين مندم بقى ونقول يا ريتنا. انت دلوقتي موجود خلاص، وانت بتقول سامحتها في اللي اخدته، خلاص نقول عفى الله عما سلف ونطلقها بقى ونخلص من المساله دي، ادام هي لا بتخدمك ولا موجوده معاك ولا اي حاجه. فانتبه لحضرتك لنفسك وانتبه لاولادك وعيش في وسط اولادك وربنا يبارك في عمرك يا رب ويحفظ عليك النعمه. رجاله غلابه والله يا استاذه دعاء. ام اسيا اهلا وسهلا. نعم. انا بقول لك الرجاله غلابه. ازي حضرتك يا مدام دعاء؟ الحمد لله كويس. حضرتك عامله ايه؟ تمام يا حبيبتي الحمد لله. انا بحب حضرتك جدا والله، بحب اتفرج عليك. ربنا يكرمك يا حبيبه قلبي. شفتي الشيخ احمد بيقول الرجاله غلابه؟ والله غلابه. ما ردتش عليه. لا هم مش غلابه خالص خالص. طب قولي يا حبيبتي سؤال. الراجل ده يا جنتكم يا ناركم يا جماعه، في ايه بس؟ لا تعليق. لو سمحت يا حضره الشيخ ممكن بس اسالك سؤالين. اتفضلي يا فندم تحت امرك. اول سؤال، ال10 ايام اللي هم قبل العيد اللي احنا دلوقتي بنصومهم اللي هم ال10 ذو الحجه دول، عادي لو حد فطر منهم يوم ورجع كمل ال10؟ ينفع. ينفع؟ طيب تمام. تاني سؤال معلش. اتفضلي قولي سؤالك يا فندم. تاني سؤال، هو عادي لو انا صايمه بس شفايفي ناشفه الاثنين، عادي مثلا لو بليت ريقي؟ ايوه تتمضمض يعني لو مضمضت مثلا بقي، لو مضمضت بقي من غير ما تمضمضي بقك. بس لا نبالغ في المضمضه ولا الاستنشاق كما ما تبلعيش يعني مضمضي بس لا نبالغ. ممكن بقى حاجه اخيره معلش انا اسفه. اتفضلي يا فندم سؤالك قولي. دلوقتي انا مطلقه ومعايا بنتين. هو حرام عليا لو انا مثلا لو انا فكرت اتجوز يعني واسيب البنتين دول مع والدتي، هل كده دول ليهم ذنب عليا؟ لا ما فيش ذنب ولا حاجه، اذا احتجت الى الزواج فتزوجي وهذا شرع الله عز وجل، لكن انت بتسيبيهم مع والدتك من باب القانون، لكن مش هتسيبيهم بالكليه، يعني هتروحي وتشوفيهم وتقعديهم. أيوة معاكي وبتاع وتحافظي عليهم وتحافظي. استني بس اسمعيني مفيش مشكلة وده مش حرام، بس تحافظوا عليهم ويقعدوا معاكي وتخلي بالك منهم، وبدل ما يبقى ليك عينين اتنين عينتين اتنين يبقى عندك 100 عين، واخده بال حضرتك؟ لأن في النهاية جوزك لما تتجوزي هيبقى راجل غريب بقى عنهم، فخلي بالك خلي بالك من المسألة دي. ألف شكر لحضرتك. الله يكرمك يا فندم يحفظك. أم محمد أهلا وسهلا. ازيك يا ابله دعاء؟ ازيك يا حبيبتي اهلا بيك. ازيك يا شيخ احمد عامل ايه؟ الحمد لله في نعمه والله الحمد لله. ممكن اسالك سؤال يا شيخ احمد؟ اتفضلي يا فندم. انا كل ما اجي اكلم جوزي ولا حاجه وزي يخنعها كده في بيت عادي يقوم رمى عليا اليمين. يعني بيقول لك ايه؟ انت طالق على طول مباشره كده. انت متجوزه بقالك قد ايه؟ بقالي دي ربع سنه. ورابع سنة على طول كل لما تحصل مشكلة يقول لك انت طالق على طول كده؟ ايوه. قالها لي في مرة في أول سنة جواز ورجع تاني سنة برضه، وقالها لي كم مرة برضه، قالها لي أربع نوبات. وبعدين إيه اللي بيحصل؟ أنتوا إيه ما بتروحوش للشيخ ولا حاجة بتكملوا عادي؟ هو ما بيرضاش يدخل حد معانا وكده، يقول لي لا انا هتصرف انا وهكلم شيخ، انا مش في نيتي اللي انا اقولها، انا ما فيش فيها حاجه وحشه، انا بس بتنحر فبقولها الكلمات. هو ايه؟ بايه؟ بيغيظها يعني. طب وانت وهو الشيخ بيقول له ايه؟ فهو بيروح له ويكلمه ويقول له طلع حاجه وادفع فلوس. لا 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 لا، شيخ مين؟ شيخ جنبك يعني جنب البيت وكده؟ لا
ساكنين فين؟ ايه؟ ساكنين فين؟ ساكنين فين؟ في القاهرة يعني؟ احنا طيب تطلعوا على الجامع الازهر، لجنة الفتوى في الجامع الازهر، انت وجوزك. وتروحوا تسألوا هناك. وهو يعني يحكي بالتفاصيل كل الايمانات اللي عملها دي. ما ينفعش يعني، بصي يا ام احمد، مسائل الطلاق ما تنفعش على التلفزيون. لازم ثلاث حاجات، مش طلاق بس. احنا عندنا طلاق ورضاع وميراث، دول لازم يقعدوا قدام شيخ كده، والشيخ يقعد يحقق معاهم في المساله. لكن ما ينفعش على التلفزيون. فانتوا لازم تروحوا تسالوا هو وانت مع بعض. ودي يا جماعه مسائل الطلاق مش لعبه يعني. احنا لا نتلاعب بدين ربنا سبحانه وتعالى وبالنساء بالطريقه دي. معانا تليفون. ام احمد، اهلا وسهلا. الو. ايوه اتفضلي. ايوه لو سمحت انا عايز اتكلم بس الشيخ، لو سمحت. اتفضلي يا ام احمد. ايوه ما انا مع حضرتك. الو. ايوه انا بقول لك اتفضلي اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت بس يا شيخ، انا في مشاكل كتير بينه وبين اهل جوزي وجوزي، ان هم السبب بيتدخلوا في حياتنا بكل التفاصيل. تمام. فكل تفاصيل حياتنا هم عارفينها. ده عارفينها من جوزك؟ اه. وجوزي غلطان ويقول لي انا ما اقول له، يقول لي انا ما قلتش. يعني امال بيعرفوا من مين؟ يقول لي ما اعرفش هم عرفوا منين. بس لا انا ما يعني جوزك بيخرب خايف يقول لك. جوزك بيخرب كده من غير ما ياخد باله. بيخرب هو البيت. طبعا. لكن الاصل ان البيوت يا جماعه اسرار بين الرجل وبين المراه. مفيش، احنا دايما نقول حتى لو المشاكل ما بين الراجل ومراته، ما ينفعش يطلعوا اي اسرار. اخر الدواء الكي. لمين؟ فبعثوا حكما من اليه حكم من الاء يريد اصلاح. وباتنين ايه صفاتهم؟ ليه؟ الحكمه. مش تعالى يا بابا، طب بابا ده طلع ارعن مثلا، احمق، هيقعد يتخانق وبتاع. ما ينفعش ده. اركنه جام. شوف واحد حكيم يعرف يعالج. بس امتى؟ لما الطرق كلها ما بينه وبين جوزي كده تسدت. لكن على طول على المال والبطال. وبعدين اسرار البيوت تطلع بره، وبعدين بعض الناس كمان اسرار الفراش تطلع بره. طيب ده من اشر الناس منزله عند الله يوم القيامه، كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الناس محتاجه تتعلم دينها. طبعا ربنا يهدي الاحوال في كل البيوت. وهنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا.